أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يروي لنا ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أطوف حول البيت فإذا بامرأة تطوف وهي تضحك وتقول: لك الحمد لك الحمد لك الحمد. قال: فوقفت وقلت لها: يا أمة الله، في مثل هذا الموقف تضحكين؟ حول الكعبة عم تضحكين؟ شو ما أصابك بلية ولا مصيبة تتذكري حتى تبكي؟ هنا لا في ضحك. فقالت له: يا عبد الله، إذا قضى الله قضاء ماذا يجب على العبد؟ الآن بدي أسألك إلك، إذا الله قضى قضاء شو بيعمل العبد؟ قال: ليس له إلا الرضا عن قضاء الله. قالت له: والله صبت علي مصائب لو صبت على الجبال لذابت. قال: أصبتي بمصيبة، شو مصيبتك؟ قالت له: إذا أنهيت الطواف ذكرتها لك، خلينا نكمل الطواف. كملت الطواف، قعدت معه. قالوا: أنا امرأة متزوجة وزوجي كان من أفضل الرجال، أتانا يوم العيد فقام زوجي فذبح الضحية، ذبح الخروف وتركه لي لأصلحه، عشان تسلخه وتقطعه وتطبخه حتى. قال: فكنت أسلخ الخروف وإذا بي أسمع صراخا، التفتت وأز الولد الكبير حكى لأخوه الصغير، قال له: بتعرف شلون أبوه ذبح الخروف؟ قال له: تعال أعلمك شلون، سطحه وذبحه. سمعت الصريخ، لما شافه شاف الدم صرخ، لما اجت امه قام هرب، هرب من البيت. الولد انذبح من الوريد للوريد راي. قامت الولد لفته سطحته. اجا زوجة ركضت ورا الولد الثاني: ليش ما بتيجي بتحكي لي؟ ابنه هرب منا. وهي شعلت تنور، وقع بالتنور انشوى. رفعت الولد الثاني سطحته قدام الاول. اجا زوجها قالت له: فقدنا اثنين، نفقد الثالث، طلع شفنا يا وين راح. طلع الاب لحتى يشوفه، وقت بالاسود اكل الولد، تركه ما بده يحمله كمان، سيب تركه. هو راجع زحلق من على الجبل سقط فمات. تأخر جوزها بدها تطلع تشوفه، طنجرة عم تطبخ عم تغلي وتركت الولد الصغير. قالت له: بدي اشوف الزوج. فزحف ولدها وتمسك بالبرمة بالطنجرة فقلبها عليه فانسلق. فولد مذبوح، ولد مشوي، ولد مسلوق، ولد مأكول، والزوج كمان مات. قالت له: ماذا أصنع بقدر الله؟ هيك الله الله. بدي أبكي؟ قالت له: أنا رضياني عن الله، رضياني عن الله. قال: ما علمت أن امرأة في الحياة بمكانة صبرها، بمكانة رضاها. أربع أولاد مصايب، ما أربع أولادك، لو أربع أولاد ماتوا بلية، أما واحد شوفه قدامه مسلوق، واحد مشوي، واحد مذبوح، والله نسأل الله العفو والعافية. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.